الظاهر المنطقة دي بقى منطقة الحبيبة، عشان كده رجلك واخدة على هنا. كلي آيس كريم يا شاطرة، مالكيش دعوة بالكلام ده. مدحت، ده مش مصدقاني؟ أنا؟ بالعكس، أنا جايبك هنا يا ليلى علشان تتمتعي بجمال الطبيعة. بصي تعالي تعالي تعالي، بصي الطبيعة عاملة إزاي. لا لا ابدا ولا حاجه. يلا بينا علشان ميعاد بابا قرب. يا زكي تحت امرك يا باشا. رد على الزفت ده، اي حد بيتكلم انا مش موجود. الو، اني حضر ابو زيك محاسب المكتب. مين حضرتك؟ لا الدكتور رشدي مش موجود. حاضر حاضر، مع السلامه. الدكتور لبيب ابو العدين. شيل السماعه، خليها مرفوعه خالص. سيادتك تؤمر بحاجه تانيه؟ لا. اخلي عجب يعمل لسعادتك فنجان قهوه؟ لا. زكي، أنا ممكن آخد رشوة؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا سعادة البيه، أطلع لسان اللي يقول الكلام ده. حد من أهلك أو جيرانك سألك النهارده عن الراجل اللي بتشتغل معاه لما قرا الجرايد؟ سعادة البيه ما تعملش في نفسك كده، أنت سمعتك زي البرلانت ومفيش حد يقدر يمسك. سمعتي؟ سمعتي اتمرمغت خلاص. دي غمر هما وهتنزاح ان شاء الله يا سعادة بيه. امتى يا زكي؟ امتى؟ رشدي من ساعة ما رجع من المكتب وهو قاعد في الفرندا ما بيكلمش حد. انت شايف ايه يا توفيق؟
يا ريت يا توفيق. اندهولك تكلمه؟ لا لا خليه مرتاح. لو عنده محاضرات في الجامعة يروح يعملها وملوش دعوة. أنا اللي هتابع التحقيق. مادام أدلى بأقواله قدام النيابة خلاص. يا ست اطمني دي شغلتي. أختك جايبة لي وجبة جافة وكلت نصها. سيادتك طلبتني؟ اتفضل يا دكتور رشدي، اتفضل. كان الله في العون. متشكر. أنا حبيت أبلغك إن رئيس النيابة اتصل بيا وطلب تشكيل لجنة عشان عمارة الدولي. طب ما احنا قدمنا التقرير. النيابة رأيها تشكيل لجنة جديدة باعتبار الخصومة اللي بينك وبين صاحب العمارة وأخوه. والله ما كانش فيه لا خصومة ولا حتى معرفة بينه وبينهم. لكن بقى فيه خصومة وفيه اتهامات. ولصالح التحقيق الخاص بانهيار العمارة يلزم تشكيل لجنة محايدة. وحضرتك رأيك ايه؟ أنا رأيي مش مهم. المهم هو رأي لجنة التحقيق. على كل حال كويس. يلزم أي خدمة تانية يا دكتور؟ هو في الحقيقة أنا شايف إنك أنت مرهق اليومين دول. ويلزمك كام يوم راحة. أجازة مفتوحة يعني. لا ما تسيقش فهمي، ما تسيقش فهمي يا دكتور رشدي. ده مجرد اقتراح مني أنا، تاخد بيه أو ما تاخدش بيه، أنت حر. وما تنساش إن النشر في الجرايد اليومين دول سبب رغي كتير. عن إذنك. اتفضل. شكرا. طب ايه رايك بقى ان مساله تكوين لجنه جديده هيكون في مصلحتك؟ قلت له الكلام ده يا توفيق مش عايز يصدقني. ما هو بكره الجرايد تكتب وتشنع وتقول ان النيابه رفضت تقرير رشدي صالح وتبقى الفضايح بكلاكل. يا سيد المساله هتنتهي على خير. النهارده الواد زكي والواد حضر يقدلوا بشهادتهم. كل كلمه قالوها في صفك ومصلحتك. قالوا ايه؟ قالوا يا سيدي انهم سمعوا الراجل ده بيعرض عليك الرشوه. لما الباب اتفتح شافوك وانت بتقول له بتعرض عليها رشوه يا كلب، ولقوا في ايده رزم فلوس، وان انت بتقول له انا حرمت في السجن مع اخوك. بس ده ما حصلش. ازاي ما حصلش؟ مش انت اللي قايل؟ ايوه انا قلت، بس هم ما شافوش. يا سيدي هم شهدوا كده وخلاص، انت مالك بقى يا الله؟ دي شهاده زور. هم قالوا كده عشان يشيلوا عنك الاتهام اللي قالوا عليك الراجل سليمان ده. كتر خيرهم ويشكروا على كده. يعني سمعتي ومصلحتي ما انقذهمش الا شهاده زور من زكي وحضري. ولولا كده كان اتهام سليمان ليا اتاكد وكان زماني دخلت السجن. مش قلت لك ان الشر ممكن يقلب يا رشدي؟ مش ممكن. استاذ شاوي المنطقه طالبه استمارات امتحان سنه ثالثه وعايزاها تروح لها النهارده او بكره الصبح بالكتير. ايوه يا فندم، بس دي عايزه مراجعه. طب ومال؟
خلي مدرس اول لغه العربيه يراجع وراك. يستحسن يا فندم يكون مدرس او مدرسه رياضه علشان حساب السن. هي مشكله محتاجه الخبير. كويس يا حنان جيتي في وقتك. خير يا ابله. انتي النهارده عندك لغايه الحصه الرابعه مش كده؟ ايوه. طب لو سمحتي بيقعدي مع الاستاذ شوقي وراجعي معاه استمارات سنه ثالثه. ايوه بس انا عندي كراريس كتير عايز صحح. معلش يا حنان ده شغل مستعجل ومطلوب بسرعه. بعد اذن حضرتك يا فندم انا في انتظارك يا نسا حنان بعد الحصه الرابعه. الحمد لله اخر استماره. مكان غريب للشغل. بالعكس دي أول مرة أشتغل فيها بمزاج وحماس وسعادة. بلاش مبالغة. وحياك حنان. على عموم أنا ما وافقتش إن أجي هنا إلا لما ميعاد انصراف المدرسة جه وكنا لسه ما خلصناش. عارف يا ستي وعارف إن أنا اللي ضغطت عليك وعارف إنك كنت مصرة تاخد الاستمارات تراجعيها في البيت لولا إني اتحايلت عليكي. بس المحايلة بقى مش هتنفع كل مرة وزي ما اتفقنا الغدا على حسابي. امرك يا حنان. جرسون. الاغنيه دي انا بحبها قوي. شوقي حاسب حاسب. اسكت عليا اسكت عليا. في حاجه بتوجعك؟ لا. تعالى وصلك. انت متاكد انك كويس؟ الحمد لله. طب تعالى اوصلك. الحمد لله بالسلامة. السلامة الحمد لله. اتفضلي يا نسمة. الحمد لله. عندي اختي بس البركه في جوزك اربع اعضاء طلبت تاجيلهم وقدمت نوته سالت عليه في الكليه ما لقيتوش انا ما جاش النهارده. ايوه هو ما راحش من ساعه ما صحي الصبح وهو قاعد في المكتب ده حتى الفطار ما رضيش يفطر. لا ده هيفطر ويتغدى ويتعشى. مبروك التحقيق اتحفظ خلاص. صحيح يا توفيق. والله الحمد لله. تعالى نفرحه. يلا يا استاذ. مبروك يا استاذ. يا توفيق قرار ايه؟ النيابه حافظ التحقيق بالنسبة لاتهامك لسليمان واتهام سليمان ليك. بالنسبة لموضوع الحريقة ملوش أي أدلة. يعني بالشكل ده الحمد لله يعتبر الموضوع انتهى تماما. الحمد لله يا رشدي. هما وانزاح. والمجرم. المجرم اللي حرق المكتب سواء بنفسه أو بتحريض منه فلت من العقاب؟ يفلت ولا يروح في 60 داهية. يا سيدي مفيش أدلة، حتى تقرير المعمل الجنائي طلع سلبي والحمد لله. واللي عرض عليا الرشوة 30,000 جنيه حاول يقدمهم لي في مكتبي اتحفظ مع التحقيق. الحمد لله ربنا نجاك من اتهامه الحقير مع ان كان في شهود زور. ما انا شهودي كانوا زور برضه ولولا شهادتهم كان زمان تهمه الرشوه ثبتت عليا. انا مقدر احساسك. لولا زكي وحضري قالوا الكلام المتفق عليه كان الموضوع شكله اختلف. النيابه ملهاش دعوه. النيابه لها الادله
طرفين كل طرف بيتهم التاني وكل طرف معاه شهود، مفيش دليل حاسم يرجح طرف على طرف. اذا التحقيق لابد تحفظ، ده شغلنا بقى. لكن انا اتهامي صحيح يا توفيق. انا عارف متاكد والله. ورغم كده كان ممكن اتهم، كان ممكن احاكم بتهمه طلب رشوه. لا اله الا الله يا رشدي بقى، احنا لينا النتيجه والحمد لله خير. ما خلاص بقى يا اخي. الحمد لله يا رشدي، كابوس وانزاح، المهم نعيش حياتنا. احنا نعيش حياتنا؟ عايش حياتي زي كريمة، عايش حياتي زي توفيق. الله، هو المتهم ممكن يبقى بريء في لحظة واحدة؟ الشريف سمعته تتلوث ويبان للناس انه حرامي ومرتشي ومعدوم الضمير. عايش حياتي ازاي بعد كده؟ وعيش ليه؟ اذا كنت انا اتهمت بشهادة زور، واللي انقذني منها برضه شهادة زور، يعني كله زور في زور في زور. كل الملفات والاستمارات متراجعة يا فندم، وكل بياناتها مطابقة للملفات. كويس، أنا كنت خايفة قوي لا نتأخر. في الحقيقة يا فندم الفضل يرجع للآنسة حنان، لولا مساعدتها ليا ما كنتش أقدر أطلعها. حنان بنت حلال ما بتتأخرش عن أي حاجة تطلب منها. أنا تحت أمرك يا أبلة في أي حاجة. على فكرة يا أستاذ شوقي، أنا بدأت أفكر. خير يا فندم؟ طبعا خير. بدأت أفكر أني أطلب من المنطقة تستبقيك عندنا على طول. متشكر يا فندم قوي، وده شيء يسعدني أن أنا أقعد مع حضرتك. حقيقي أنت إنسان شغال، ولغاية دلوقتي ما شفناش منك أي حاجة تزعلنا. متشكر يا فندم، واللي يعرفني أكتر يكتشف حياتي، وربنا يقدرني أنني أكسب ثقتك إن شاء الله. على فكرة يا حنان، أنتي ما كنتيش في البيت مبارح لغاية الساعة 5. هو حضرتك سألتي عني؟ لا، أنا فوت عليكي. أصلي كنت قريبة من البيت، قلت أسلم عليكي وأشوف الست وجيدة، قامت قالت لي إنك مش موجودة. على إذن حضرتك يا فندم، عشان ألحق أصدر الاستمارات دلوقتي. على إذنك يا فندم. أنا أصلي لما خرجت من المدرسة كنت زهقانة شوية، فخدت سندوتشات وروحت السينما من 3. عن إذنك يا أبلة، لحسن الحصة التانية بدأت. قلت لها إيه؟ أرجوك يا أستاذ شوقي، أنا عندي حصة دلوقتي. استني بس، هستناك في الشارع اللي بعد المدرسة، بعد الحصة 5 على طول. لا مش هقدر. عايز أقول لك حاجة مهمة. الجرايد. ايه ده زينة؟ ساعة لما تجيب الجرايد؟ اصل الاسانسير كان عطلان وطلعت على رجلي. طب اتفضل. حاضر. ملحقوش اي حاجه عن حفظ التحقيق. يمكن ملحقوش. ملحقوش ايه بس يا كريمه؟ اشمعنى يعني في نصر الفضيحه لحقوا؟ الاتهام ينصروه بالبونت العريض، والبراءه منه ما يجيبوش سيرتها عشان افضل متهم في نظر الناس كلها. هو معقول حد يصدق عليك حاجه وحشه؟ هو مصدقني كريمه، مصدقني. ما قلتلكيش ان العميد قال لي ان الراغي كتر ونصحني بإني أخد أجازة؟ ما حكيتلكيش عن تغامز الطلبة عليا في الكلية؟ الشماتة اللي بشوفها في عيون الأساتذة زمايلي؟ الشمتانين فيك عشان أنت أحسن منهم وأشرف منهم. كان لازم الصحفي اللي نشر الفضيحة دي ينشر إن التحقيق اتحفظ. طب ما تعملش في نفسك كده يا رشدي. أنا زهقت يا كريمة، زهقت.
ما عدتش طايق الدنيا بحالها، العيشة كلها. الدادة قالت لي ان في تليفون عشاني. دي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن اخليك تيجي بيها. على الاقل نقول لبعض صباح الخير. انا برضو حسيت بكده، لان ماليش اي حد ممكن يكلمني في تليفون. لكن في حد ممكن يسأل عليكي ويحب يطمن عليكي، ده الشيء انا متأكد منه خلاص. عن اذنك حنان. انت عاوز مني ايه بالظبط؟ ارجوك خليك صريح معايا ومع نفسك. امرك. انا فعلا هكون صريح معاك ومع نفسي يا حنان. ارجوك. انا مش هقولك زي الشباب ما بيقولوا ويسرحوا بعقول البنات ان حبيتك من اول نظره. وإذا قلت لك بقى إني مش هصدقك. عشان كده مش هقول. أنا كنت صادق لما قلت لك اعتبريني أخ. وأنا فعلا يا شوقي بعتبرك أخ ليا. أنا صحيح أخويا الحقيقي مات وكل همومي جت من أهلي اللي من دمي، لكن أنا فعلا محتاجاك أخ. أنا لما قلت لك كده كنت بعبر عن شعوري. لكن لكن إيه؟ حنان أنا حبيتك صدقيني، أنا بكلمك بمنتهى الإخلاص. يا ريتك ما اتكلمت. حنان أنت قلبك مشغول بحد تاني. أنا قلبي مشغول بالهموم. شوقي أرجوك خليني احس ان انت اخ وزميل بس. حنان انا قلبي ما استاذنش حد لما حد. الحب ده فوق اراده البني ادم. حنان دي مشاعر. على الاقل من ناحيتي انا مكتفيه بيك كاخ وزميل. لكن حنان انا حبيتك. شوقي ارجوك يلا بينا. مش لازم ابدا قبل وجيده تاخد فكره عني ان كل يوم بتاخر. يمكن يكون صادق في كلامي، لكن أتأكد إزاي؟ رشدي ده إنسان حساس والحادثة دي أثرت عليه شوية. لا مش شوية، كتير. بالإضافة لأنه حساس وعايش بمبادئ ومثل العليا، فجأة نهار فوق دماغه. المهم أخبار الفن معك إيه؟ فن إيه؟ رضوان إخسيدي نوج. دي ست غلبانة. يا سلام. نبوة إنسانة غلبانة. طبعا رغم إن حياتها مليانة صخب وزيطة. لكن أنا أعتقد إنها عايشة في وحدة قاتلة. يا سبحان الله، نجوى عايشة في وحدة قاتلة؟ يا ابني ده عدد معرفة أكتر من عدد شعر راسها. والله أنا شايف إن حياتها جافة رغم كل اللي أنت بتقول عليه ده. انت بقى ان شاء الله ناوي ترطب الجفاف ده وتكسر الوحده. ما تتريقش عليا من فضلك. مش بتريق والله، انا مجرد ببصرك بالواقع اللي انت فيه. انا عارف اهدافها كويس. اديها امل انها تحققها. سيبك انت من نجوى دي، خد اقرا ده. ايه ده؟ استنى، ده ايه ده؟ دي عريضة الدعوة اللي حيسلمها المحضر بكرة لمكتب وزير الأوقاف بمكتب رئيس الوزراء، والجلسة بعد أسبوع. إيه ده؟ أنت عامل فيها شق مستعجل. طبعا يا أستاذ، وطالب فرض الحراسة القضائية على الأرض لحين الفصل في الشق الموضوعي.
الاستاذ الدمنهور المحامي مأكد لي ان القضيه ناجحه 100%. شوف يا رضوان، دمنهوري مش صاحبك زي ما انا صاحبك. انت بالنسبه للدمنهوري مجرد زبون اخد منك اتعاب، سبوبه يعني. انما لازم اقول لك انك ماشي في طريق غلط، كده هتاذي نفسك. اديني لجأت للقضاء علشان اخد حقي. شوف يا ابني، القانون احيانا بيبقى مع الاقوى. وسعادتك بتخاصم مين؟ بتخاصم الدوله، فهمت؟ ولو ما ضاع حق وراءه مطالب. مخ تركي صحيح. حاجة يا زكي؟ بكرة اجتماع لجنة التخطيط العليا في وزارة الإسكان. مش هقدر أروح. بتصل بالأستاذ إسحاق سكرتير اللجنة وأعتذر له وأقول له إنه مش هقدر أروح. مالك يا دكتور رشدي؟ لا، شوية صداع، ما تشغلش بالك. دكتور حالته مش عجباني ابدا اليومين دول، زي ما يكون في حاجه جواه بتمزع. يعني لو كان مرق بالتلاتين الف دول مش كان وفر على نفسه كل اللي حصل ده؟ يا لا حضر، ده انت اتخبطت في نفوخك ولا ايه؟ أدي بهزر يا عم زكي افندي، بهزر بضحك معاك يعني. وبعدين اصل الدكتور محبكها قوي، لا مؤاخذه، واحد وقال عليه كلام وربنا وقف له ولاد الحلال اللي نجيه منه، يبقى خلاص بقى يا اخي. ايوه بس ده طلبته في اسمه وفي سمعته، وده اللي حازز فيه. طلبته يا عم، روح فضها سيره كده بقى اجري على طلبته. يا عم زكي احنا عايشين في زمن شعاره أبجني أبجني، وان شاء الله طلع عن سلسفيل الجدود اللي خلفوني قبل الاكل وبعده. ابن جليلة، انت كنت في جرة وطلعت برة. عايزين نعيش في المجتمع الهيلايف يا عم زكي. والواحد يتجوز له بنت سنيورة حلوة كده تصحيه على ورد، ومزيكة على البتاع ده اللي اسمه البيانو. يا ابن ليه؟ روح روح، الله ينورهم لك يا عم زكي افندي. ايه ده يا ولد؟ ايه دول؟ دي 100 جنيه امريكاني، دولارات يعني. دولارات جبتها منين؟ يا ده لقيتها فين؟ ايه يعني؟ ما هو زي ما تقول كده، انت لازم تقررني يعني يا عم زكي. قمت دول كلهم كده على بعضهم 1000 دولار. انت
انت بتتاجر في العمله يا هلا؟ ايه؟ اتاجر؟ اتاجر يا عم زكي؟ غير شاني واسطه خير؟ دنيا دوب بسلم واستلم، اهو الالف دول طالع لي في يوم 10 جنيه، لكن اهو 10 على 10 يبقوا 100، والرزق يحب الخفيه. كله تمام يا رجل بيه، دلوقتي الاعلانات اتسلمت خلاص، ودي صوره حظر المستندات اللي قدمنا فيها اصل الحكم. يعني كان لازم نودي عصر حجة، قص يعني مش الصورة كانت تغني؟ الأصل هو اللي لازم يتقدم يا أستاذ، أنا محامي من 30 سنة وفاهم شغل كويس. مش قصدي، أنا أصل الحجة دي مكلفاني 10 بواكي. 10 بواكي ولا 20؟ أنا بعتها يا أستاذ، أنا ما بعتهاش، دي موجودة في دوسيه القضية. عندك حق، عندك حق. هي يعني هتروح فين؟ ما في المحكمة. تفتكر القضية مضمونة يا أستاذ دمنهوري؟ والله ده يتوقف على مرافعتي أنا طبعاً والمجهود اللي هتزوره. صباح الخير يا بيه. قال عم رجب. إيه؟ اديله جوز جنيهات. ليه؟ أصل عم رجب ده الحاج بتاع المحكمة. ده بتاع كله. بتاع كله. تحت أمرك يا بيه. أوي أوي أوي. الراجل المهم بتاعنا. اتفضل. شكراً يا بيه. خدوم. خدوم. عدي عليا في المكتب وهات لي دفعة من الأتعاب. حاضر يا مدام. ما تنساش. بالسلامة. خدت العيال قالت لي عايزه مصاريف، خدت العيال قالت لي برضه عايزه مصاريف، انت اساسا اللي مطرح تاخد العيال ولا تديها مصاريف؟ انا يا عم ابعد عنا، انا ناقصك. على خير يا استاذ. اهلا يا باشا. جنيه واحد بس يا رضوان بيه. جنيه ايه؟ اديله يا رضوان بيه، اديله. اصل ده بقى برعي، ده اللي بيدخل القهوه لكل قضاة المحكمه. لكل قضاة المحكمه؟ مهم جدا. اتفضل. شوف انت اللي بتقدم الشاي لكل قضاة المحكمه. ايوه. وش رايح للقاضي؟ رايح للقاضي؟ طب ما تديني واحد. ايه ده؟ على طول. ما يعرفش ابوك. شكرا يا استاذ. دورني شبيك. ماشي. اتفضل. ما تخلنا يا سعادة البيه، خلي دين بدي علينا. لا مش ده برضو اللي بيمسح لمؤاخذة جزم جميع قضاة المحكمة؟ اتفضل. انت تعرف كل قضاة المحكمة؟ كلهم بالاسم؟ وكل قضاة المحكمة يعرفوك؟ كلهم بالاسم؟ يعني انت كلهم ما شاء الله ما شاء الله. مشغول؟ ابدا يا بابا، بحاول اذاكر. لسه ما دخلتش المذاكر قوي يعني؟ اصلي بصراحة مش مقتنع باللي بذاكره. زي بقى روساي روساريوم ده لاتيني يا ابني. شوف يا بابا، رغم اني وصلت لاخر سنة لاني مش مقتنع بمعظم المواد اللي درستها. ما قلت لك تعالى الحقوق، ما رضيتش مع ان مجموعة كان يدخلك. وحتى دي؟ الله، لو كنت هجيب مجموع كويس هتدخل سلك القضاء. طب واذا حصل العكس؟ محلوله ترابيزه كرسيين وجلابيه وطربوش وتكتب عرايس. هتيجي في المكتب عندي انا. محامي يعني؟ ايوه محامي. ايه مش عاجبك محامي ولا ايه؟ لا قول لي يا بابا، لو جالك حرامي سرق طفل صغير يتيم واتمسك وجالك عشان تدافع عنه، تصرفك هيبقى ازاي؟ هتوافق ولا هترفض؟ ما انت بايخ وسؤالك ابوخ. قصدك ايه؟ سؤال صعب والاجابه اصعب. انا عارف. انا الحق الاقي اللي دخلت لك. شوف يا ابني، المحامي بشر، عنده التزامات، عنده مصاريف ولازم يعيش. بابا، حضرتك مقتنع ان كلامك ده هو الاجابه على سؤالي؟ لا، خليك في اللاتيني بتاعك. يا رب تسقط. معقولة؟ فاكيها نديم تترقى قبلية؟ ده أنا سابقاها ب6 أشهر يا فايزة.
يعني بمناسبة ايه هي تترقى وانا لا؟ انا كمان عملت التدريب ونجحت فيه وهي ما عملتش اي حاجة. طيب انا بقى هدربك الدنيا يعملوها ويشوفوا انا هعمل ايه. طيب يا فايزة اسمعي، لو عرفتي اي حاجة بيقوليلي برضو. اه طبعا ما انا عارفة انت في المنطقة بقى وتعرفي القرارات قبل ما تطلع. متشكرة خالص، بوسيلي الولاد، مع السلامة. مش معقول ابدا، مفيش حاجة في الدنيا دي بتمشي صح ابدا. الزهر قبل فايزة نقلت لك اخبار مزعجة. تصور يا توفيق، شمت خبر ان فاكيها نديم هتترقى مديرة مرحلة بعد بوسينا فرحات ما تطلع المعاش. يعني معنى ايه؟ معناها ان صاحب الحق ما بياخدوش، اللي بياخده مين؟ اللي بيعرف يوصل. مجتمع قائم على الوصولية. ايه ده؟ وانت لسه ما تعرفش؟ غلط يا توفيق غلط. ما هو غلط ومخالف للقانون كمان. بس انا بقى لا يمكن حسكم، لا يمكن، مش ممكن اقعد متكتفة كده لغاية ما الاقي القرار طلع. انا هقدم شكوى لوكيل الوزارة. كده يبقى انت تخطيتي السيد مدير المنطقة ودي مخالفة ادارية، ثم هتشتكي من ايه؟ مفيش حاجة لسه حصلت. يعني اهو احفظ حقي وخلاص، اقول لهم ان انا سمعت عرفت نما الى علمي واقول ان انا احق بالوظيفة. يبقى سيد وكيل الوزارة هيبعت الشكوى لمدير المنطقة، مدير المنطقة بقى يحطك في دماغه. اه ما انت بتشتكي يا حبيبتي. مش معقول يا توفيق دربكتها فوق دماغي كده. انا ببصرك بنبهك يا حبيبتي. ما هو انا لا يمكن اسكت، لازم اخد حقي. ما رضوان الخشيدي برضو بيقول كده. فيها ايه؟ فيهاش حاجة ابدا ان الواحد يطالب بحقه. ماذا حق وراءه مطالب. قبل نظر بنات تالتة تاني عندهم تدبير وقبل لواحظ غايبة. ها؟ قلتي عندهم ايه؟ تدبير يا قبل. تدبير؟ سعدية انا هطلب منك حاجة. تحت امرك. خدي 30 جنيه اهم، هاتيلي بيهم تورتاية احسن تورتاية في البلد، بس اخليه لفهالك في ورقة بيضة، ورقة معلهاش أي اسم محل خالص. هو حضرتك عندك عيد ميلاد؟ سعدية ما تأخرنيش، يلا بسرعة عشان ترجع أوام. طيب وتالتة تاني؟ آه وقولي لمدرسة الألعاب تاخدهم معاها في الحوش، ولا خليها هي تطلع تقعد معاهم في الفصل. حاضر يا أبلة.
الو فرج بيه. صباح الخير، انا عديلة عزت. اهلا يا فندم. يا فندم حضرتك حرمنا من تشريفك وتوجيهاتك. لا ابدا ابدا، مفيش اي مشاكل، كل حاجه ماشيه عال العال. النهارده انا كنت بمر كده على الفصول، لقيت سنه تالته كان عندهم تدبير. تصور حضرتك عاملين تورتايه مفيش زيها في السوق ابدا. فعلا ما حضرتك بقى ما بتجيش، مش لازم برضو تشرفنا وتشوف المدارس اللي تحت اشرافك عاملين ايه؟ طب انا هبعتها لحضرتك في المكتب. ايوه يا فندم، عشان حضرتك تشوفها وتقولي رايك فيها، بس ارجوك قولي رايك بصراحه عشان برضو اعرف مستوى البنات. طيب يا فندم انا متشكره جدا جدا، مع الف سلامه. ما اشوف اخرتها يا سي توفيق. ازيك يا نادية؟ اهلا يا مدحت. انت ماشيه لما شفتيني؟ انا ابدا، ليه؟ اصلا انا خلصت لازم اروح دلوقتي. نادية ممكن اخد من وقتك نص ساعه بس؟ اصلا انا لازم اروح دلوقتي عشان اقدر انزل الساعه 5. مش دلوقتي، انا قصدي يعني بعد ما نزور الدكتور فهمي. ممكن اتكلم معاكي شويه؟ ما احنا بنتقابل في الكليه. باي. أرجوك يا نادية. تورتة بالتلاتين جنيه. طب أعمل إيه؟ مش ده رأيك ودي شرطك. بقولك يا حبيبتي، أنا بديك المصروف عشان ناكل ونشرب منه، فما تفردش إيدك في العلاقات العامة وهم ياكلوا تورتة وإحنا ناكل بعض. هو انت كل حاجه تقلبها ضحك وهزار؟ يعني بنتكلم في مشكله الشرق الاوسط؟ كلام في الهجايس. الله، طب ما تضحكونا معاكم بقى. احكي له يا عديل، احكي له. قبل ما تحكي لي ماما، انا عايزك بس في طلب صغير قوي بقى. ايوه، يبقى عايز فلوس. لا والله يا ماما، انا بس عايز العربيه مشوار صغير قوي لمده ساعه. مش همشي بيها اكتر من 10 كيلو، 5 رايح و5 جاي. لا 5 كتير، ما فيش عربيه. لا لا لا، برافو، اول مره تاخد قرار صح كده يا بابا. وانا يا بابا اللي بقول انك بتحبني وما بترفضليش اي طلب. ده ابنك الوحيد، انا ابنك الوحيد. طب بس ما تتاخرش. لا مش هتاخر، هروح المكتب. حاضر، ما تخليش امك تاخد بالها. حاضر. مش معقول انت لحقت؟ ما حدش هيبوظ الولد ده غيرك، انت اللي مدلعه. مبسوط؟ جبت لنا الكلام يا ابن النظره. وفيها ايه؟ ده من حسن حظه انه ابن النظرة. نزل الحلو. قاسم يا مدحت. الحقيقة يا أنسة ليلى، سعادة البيه مش عاجبني اليومين دول. هو فعلا مش في الفورمة ومالوش نفس للأكل. لو يجرب يوم ويجي حدانا في الارياف، يمين بالله نفسه كانت تتفتح على اخرها. ايه يا استاذ، عندكم حمير كتير ولا ايه؟ ما تعدش. الا انت عمرك ما رحت الفلاحين يا انسة ليلى؟ رحت وانا صغيره بلد ماما في بني سويف. طب ايه رايك يعني لو تجربوا وتيجوا يوم حدانا في البلد؟ فانتظيه يعني، انت وسعاده البيه والست هانم الكبيره والباش مهندس حماده. وتنقيل حمار كويس اركبه ولا؟ بقول لك البلد مليانه حمير، انت بس تنقي اللي على مزاجك وتقول حا. وهو شم النسيم قرب اهو. ها قلت ايه يا انسه ليلى؟ مش انا اللي اقول يا استاذ حضري، ماما وبابا هم اصحاب القرار. ما هو يعني برضو لو انت والباشمهندس حماده استحسنتوا الفكره ممكن يعني. بس احنا كل شم نسيم بنخرج مع عمو توفيق وطنط عديله ومدحت كمان. ومال كله يشرفوا يا انس. يمين بالله ام عليها فطيره ما هي موجوده في المنوفيه بحالها. لقوا ايه؟ لا بتغرم سمنه ولا دقيق، كله نقطه. تعرفي يا انسة ليلى، انت لو شرفتي حدانا في البلد البلد كلها هتنور، واني فرحه الدنيا مش هتبقى سيعاني. مش قوي كده يا استاذ حضري. لا لا، ده قوي ونص.
الو ايوه ايوه منزل توفيق عبد العزيز. ثانيه واحده توفيق. ايوه تليفون علشان. حاضر. الو اسم الدقي ايه؟ ها؟ طيب طيب انا جاي حالا. ايه في ايه توفيق؟ في ايه؟ مدحت عمل حس. مدحت؟ اه والبنت اللي معاه اتعورت. بنت؟ هي كانت معاه بنت؟ المهم هو مدحت. فيها مدحت؟ الحمد لله ما فيش اصابات غير الجرح البسيط ده اللي في وش الانسة. بابا الانسة نادية زميلتي في الكلية. اهلا اهلا يا استاذ توفيق. ايوه في محضر مصادمه بين الاخ مدحت والعربيه بتاعت الاستاذ، وسبب بالتحقيق طبعا ان خطا الاخ مدحت ومسؤوليته عن المصادمه والموقف دلوقتي، يا اما يعملوا مصالحه وتنازل عن المحضر يا اما تستكمل الاجراءات. حبيبي يا ابني، حبيبي يا مدحت، تأخروا قوي. ليش عادينا انا نسيت اخد المفتاح معايا؟ خش يا استاذ اتفضل اتفضل. مدحت تعالى يا مدحت. حسيت ايه اللي انت عملته؟ وريني كده، فيك حاجه؟ اتعورت؟ طمني ما بقى كويس مفيش حاجه الحمد لله. تعالى بقى فهمت ايه حكايه البنت اللي كانت راكبه معاك العربيه دي؟ والله يا ماما دي زميله. احنا عرفنا انها نيله زميله. وراكبه معاك العربيه ليه؟ وكنت انت وهي بتعملوا ايه؟ ابدا يا ماما، احنا كنا بنزور الدكتور فهمي سويلا في المستشفى، وبعدين ما نزلنا من عنده عرضت عليها ذوقيا يعني ان انا اوصلها. حبيت اتمنظر يا اخويا تعملي بالناس على حسابي. ودي بنت مين بقى اللي تركب معاك العربيه وتتصرمح معاك فيها؟ لا ارجوك يا ماما، دي بنت محترمه جدا، وبعدين ما فيهاش حاجه يعني انها تركب معايا واوصلها. ايوه تركب معايا، تركب معايا وانا ادفع الثمن. الراجل اللي انت كسرت له عربيته خد 1500 جنيه بالعافيه، وانا عربيتي محتاجه اقل من 2000 جنيه كمان. ما هو ده نتيجه التسيب، عدم الحزم مع النشق اللي زيه. انا نشق؟ اتفضل. قلت لك كلام يا نشق. مين اللي كانت راكبه معايا يا ماما؟ بيقول زميلته في الجامعه. زميلته؟ ضايقتي؟ لا ابدا. ما هتضايق ليه؟ بس هو صحيح ربنا ساتر، لكن كان ممكن تحصل حاجه اكبر من كده. خايفه عليه؟ مش ابن خالتي يا ماما، وكمان ليه ركب معاه حد حتى لو كانت زميلته زي ما بيقول؟ او النصيب بقى. ماما احنا لازم كلنا ناخد منه موقف عشان يعرف انه غلطان. ذنبه ايه انكل توفيق انه يتحمل الخساره دي كلها؟ الحمد لله اللي جات لحد كده وهو ما حصلوش حاجه. ايوه ماما بس هو غلطان. طيب هو غلطان. نادية، لقد زلزلت كلمتك كياني عندما أخبرتني أن هناك في حياتك غيري. ترى من يكون وما مبلغ تأثيره عليك أو ارتباطك به للدرجة التي ترفضين فيها حبي الذي ملك علي كل قلبي؟ الدنيا أمام عيني مظلمة كئيبة، فهل هناك بصيص من نور يبدد هذه الظلمة اللعينة؟ البنت اللي كانت معاك في العربية دي معاك في نفس السكشن؟ دي في سنة تالتة. وإيه اللي لمك عليها لما هي مش معاك في نفس السنة؟ طب وإيه يعني يا ماما؟ ما هي في نفس الكلية ونفس القسم. آه في بينك وبينها حاجة؟ حاجة زي إيه يعني؟ بتحبها يعني؟ يا ماما دي زميلة. أيوة زميلة، ما أنا عارفة. أنا أسأل السؤال وأنت تلف وتدور معايا ومش هوصل لنتيجة.
يا ماما حضرتك سألتيني وأنا جاوبتك بصراحة، مفيش بيني وبين البنت دي أي حاجة. يا ريت كلامك ده يكون صحيح. انتوا ليه ما بتصدقونيش؟ حاضر هصدقك يا مدحت. يا حبيبي أنا خايفة عليك، بنت تضحك عليك تخليك تهمل دراستك. تضحك عليا يا ماما؟ عيبك انك بتعامليني على اني لسه دوحة صغير، مش مدحت اللي بقى في الليسانس. ارجوك يا ماما افطميني بقى. ايه افطميني دي؟ مش تحسن الفاظك يا ولد؟